لايك وشير وصلي على الزين، واوعى تنسى تفعل الخير وتتبرع لكل موضوعات الخير. اخش معاك في الموضوع يا استاذ اسامه كمال، معلش قلت بس الملاحظه دي يا استاذنا قبل ما اخش. برضو من الحاجات اللي انا صحيت عليها لقيت الادمنز محولين لي رسائل كتيره جدا 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 على موضوع انت كنت فين، خفت ليه، اختفيت ليه بعد حسام حسن ما عمل القضيه، ممكن ايه، مش عارف ايه، رحت فين وجيت منين. بصوا يا شباب، انا عادي جدا ان الاهلي يخسر واطلع اتكلم وانتقده، وده حصل حتى يوم اكبر هزيمه في تاريخ الاهلي في العصر الحديث، او يعني على ما يوعى هزيمه صن داونز الشهيره بالخمسه، وطلعت واتكلمت وتابعت وحاجات بالشكل ده. لكن امبارح كان عندنا سحور مع كوكبه من نجوم مصر، رحت يعني ايه الكابتن عماد متعب، محمد الجرحي عضو مجلس اداره الاهلي، الاستاذ احمد دياب، الكابتن احمد حسام ميدو، الكابتن حازم امام، يعني مصر كلها، الفنانين بقى نيلي كريم ويسرى، يعني الدنيا كلها كانت حاضره يعني. وكنت منور الحفل ده، والاستاذ نجيب ساويرس طبعا، ونورت الحفل ده كله طبعا انكل ابو المعاطي زكي وسيف زاهر وعبد الناصر زيدان واستاذ محمد الدمرداس، الناس كلها حاضره، ومجلس اداره نادي الصيد كله والناس المحترمه اللي فيه، الاستاذ شرقاوي والاستاذ حسين ابو السعود، ومين تاني، نجوم الكره، مين اللي كانوا قاعدين بيتفرجوا معانا على الماتش، ناس كتير يعني، ناس كتير، ومحمد زيدان وكل الدنيا يعني، وحسن شاكوش واسمه كمال ده، عمر كمال والحاجات ديت، فالدنيا كلها، واتفرجنا على الماتش سوا و الاستاذ شرقاوي بتاع نادي الصيد، مش بتاع الكبد، يا ابو دم خفيف، يا ابو دم خفيف وصغير، يا ابو رق كف خفيف، اقول لك ايه بس. فما كانش في اجواء ان انا اطلع لايف، لكن الناس بقى ما تاخدهاش ان لما الاهلي بيخسر انا بختفي خالص، ولا ان الزمالك بيخسر انا بطلع اهلل خالص. مساله انت كجمهور نادي الزمالك عارف ان اللعيبه ما ادتش بشكل طيب في مباراه القمه، وعارف ان ادائهم كان سلبي، وانت غضبت زي ما انا غضبت، والقول الشهير والمأثور لأنكل أبو المعاطي زكي في هذا اليوم كسح كتع كسل، وهتكسب الأهلي إمتى؟ لما ما تكسبوش وهو ناقص ستة أساسيين، ستة من التشكيلة الأساسية. وده كل جمهور الزمالك قاله، يعني أنا عبرت عما في صدور جمهور نادي الزمالك العظيم والمحترم. فالأهلي امبارح يستحق الهزيمة، خد مني يا بيه. اول حاجه، مصر شعبنا ده شعب طيب، بتطلع منه المساله تلقائيه والعاطفه بتحكمه مش الاحترافيه، العاطفه. يعني قال لك ده ذنب علي لطفي، كل الناس امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي ده ذنب علي باشا لطفي، ده ذنب علي لطفي. ده معناه ايه؟ معناه ان جمهور النادي الاهلي في كل مكان حب علي لطفي، وثق في علي لطفي، والثقه في علي لطفي دي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي ولي الجهاز الفني في النادي الاهلي والانكل ابو المعاطي زكي اللي تبنى موضوع الثقه في علي لطفي. لازم نبس الثقه في علي لطفي، ده مكسب. الناس قالت لك ده ذنب علي لطفي، ليه؟ يقول لك ايه؟ كنت تديله الماتش ده كمان. ليه كنت تديله الماتش ده كمان؟ الناس عايزه تفرح بيه، عايزه تشوفه. وعارفه برضه كل بيت شاف كورونا في مصر، عارفه ان انت بتطلع من كورونا غير متزن، وبتقعد في تداعياتها دي فتره، يعني مفيش واحد يخف النهارده يبقى طبيعي بكره خالص. ده لسه صديقنا العزيز الاستاذ عماد ربيع قال لك لازال في تكسير في العظم، ولازال في امور بتظهر، مش عارف ايه، ده في ناس جالها حرق في فروه الراس، كان في قشره كده على فروه الراس من كورونا. بتبقى انت عشان يقول لك في مرحله نقاه، فكان كابتن محمد الجمهور الاهلي كله قال لك ياخد فتره نقاه، ياخد فتره نقاه، لكن اللي ما خدش فتره نقاه ولعب الشناوي، غلط الشناوي في كوره. طب الكوره اللي عاملها مين؟ الاسيست من مين؟ من مهاجم النادي الاهلي، مش فاكر مين بالظبط، اللي عملها براسه، والهانس دمام مسك الهواء بايديا، المدافع شتت، راحت لحسام حسن حط اكرم توفيق في ظهره ولعبها مستغلا تقدم محمد الشناوي وسجل.
انت لازم تستمتع بالكرة الحلوة ولازم تستمتع بالمهارة الحلوة. مبروك لسموحة، ما احنا ده اللي بنقوله، ان احنا عايزين منافسة بشرف، عاوزين نتكلم كورة وتكسب كورة ونعيش كورة، مش زي ما كنا الاول عايشين شتايم وخد في الاعراض وخد في السمعة. فيها ايه يعني؟ ما يخسر الاهلي ماتش، ما يخسر الاهلي ماتشين، ما يخسر الاهلي ثلاثة، بس هتلاقي الدوري في اخر الموسم محجوز باسمه. ليه؟ لانه بيعرف ازاي يرجع، بيعرف ازاي يفوق. وبعدين لما تيجي هزيمه في مباراه زي ديت، جمهور الاهلي يقول لك طب يا عم احنا لسه كسبانين القمه يا عم، الفوز على الزمالك ده اهم 100 مره من كذا. طب ما انا يا عم بلعب دوري مضغوط، وهكلمكم في الجزئيه دي وانا بكلمكم فيها بقالي فتره، لان انا عارف التداعيات اللي هتحصل. الاهلي مش هيلحق يعالج اصاباته، يعني امبارح خرج ديانج لسه يعملوا له كشف طبي بالليل، وهنطلع بالليل النهارده بعد ماتش الزمالك ان شاء الله، ما عنديش سحور النهارده. لعبت القمه 18 اللي هو بعدها لعبت السموحه امبارح، يوم السبت هتلعب انبي، يوم الثلاث هتلعب بالمصري، يوم اللي مش عارف ايه يوم 30 هتلعب الجونه، يوم 3 هتلعب المحله، يوم 6 هتلعب الاتحاد، يوم 10 تلعب الزمالك، يوم 14 تلعب في افريقيا. طب انت كده لما على ما تروح لافريقيا كل اللعيبه دي كسحت، كل اللعيبه دي استهلكت. فاحنا لما بنتكلم في ده ممثل مصر في افريقيا باعد الدنيا، خليها يا سيدي كل 3 ايام مباراه، يعني 3 ايام والعب، 3 ايام والعب، 3 ايام والعب. ده برضو بقوله على اهلي وعلى زمالك، ما انت وقفت لي الدوري، كل ده انت بتعمله ليه؟ عشان عاوز توقف الدوري اثناء السفر لدور الالعاب الاولمبيه، ووقفته الفترات اللي فاتت، وكنت تلعب في مباراه النصر دي كنت تقدر تلعب ماتش مباراه الدوري القويه، وتحط انت مباراه النصر دي في النص بحيث تبقى خفيفه على النادي الاهلي، لكن انت ضغطتها. طيب انت بتقول لك ايه؟ اصل الاصابات في الاهلي لغز، طب ما الزمالك ما عندوش اصابات، طب مش عارف ايه؟ طب يا سيدي ماشي، هو الاهلي ده يعني سوري في اللفظ يعني، هو انت بتكرهه ولا ده نادي مصر؟ مش ده نادي مصر ممثلك الوحيد في افريقيا؟ مفترض توفر له الاجواء، يعني ابسط حاجه قبل مباراه دور الثمانيه ده مفترض تاجل القمه بتاعت 10 رمضان 10 مايو. ليه؟ هيلاعب الاتحاد يوم 6 ويلعب يوم 14، اسبوع اهو يا عم فرق، ريحه، خلي 6 دي 7 مثلا، يعني ريح الايام واجل ماتش، يتاجل القمه بتاعت 10، يتاجل اللهم صل على سيدنا النبي، يتاجل تشيل مباراه من النص، خليها كل 3 ايام وتلعب 3 ايام وتلعب. وده على اهلي وعلى زمالك وعلى كله، لان اللعيبه لما هتستهلك هتقع منك. هل انت بتعاقب النادي الاهلي لان هو بيلعب في افريقيا؟ ده اللي بقوله. فيجي لك واحد فاهم اسمه احمد السيد عبد الجواد، ابن السيد عبد الجواد اللي هو كان في الوكاله في فيلم مش عارف ايه، يخش لي على الصفحه يقول لي ايه، يشتم وبعدين يقول لي ايه، مع انه راجل اصلا مفترض انه بيطلع عمرات وبيطلع حج وكلام بالشكل ده، وعرفته في موضوع عمره يعني، كنا طالعين تبع شركته يعني، يقوم شاتم بالفاظ خارجه، شاتم بالفاظ خارجه، ويقول لك ده البوكسنج دي مش البوكسنج دي. طب ما تروح تقول الكلام ده يا حبيبي الفريق انت بتشجعه، هو انت فرحان ان الاهلي خسر من سموحه ومش زعلان ان الاهلي رايح على الزمالك 2-1 ورايح جاي عمال ياخد منه بطولات؟ يا ابني بطل قله ادب يا ابني، يا ابني جايبين عدم التربيه وعدم الادب ده منين يا ابني؟ تخش تشتم ليه؟ انا زعلان منه جدا، وعشان كده قلت اسمه ثلاثي. ده انت مفترض راجل يعني ايه، ربنا جعلك سبب الناس تروح تعمل عمره وتعمل حج وحاجات بالشكل ده، تقوم داخل تقول معرض ومش معرض وكلام من ده. طب النهارده يعني انت وداخل على صفحتي الشخصيه، الاكونت الشخصي ده اللي ببص عليه، لكن النجم الجماهير وصفحه ابو المعطى زكي فيه الادمنز وكده وبتاع، وقليل لما اخش. ف انت لما تخش تشتم كده، المساله مش بوكسنج دي، المساله البنيه بتاعت اللاعب المصري ده، الاعداد البدني له من الصغر زي في ناشئين، ده فين وفين لما بيلعبوا ماتش؟ ده احنا مشكلتنا في بطوله بتاع الاهلي والزمالك ديت مواليد 99 ان هم اصلا لعبوا دور واحد بس مش دورين. فانت فرحان وعمال فرحان ان سموحه كسب، ماشي، عاوز الاهلي يخسر يخسر، لكن المفترض تبقى انت راجل وطني وعندك وعي وعندك اتزان نفسي انك انت تقول ده ممثل مصر في افريقيا. وبعدين ما هو اللي بيحصل مع الاهلي، لو ما الزمالك هيخش في نفس الدوامه هتحصل عنده اصابات، يعني هيحصل عنده اصابات برضه. وبعدين اللعيبه دي هي قوام المنتخب، انت مش عاوز تبقى الدنيا كده. هو لعيبه الزمالك استهلكت من ايه يا كمان؟ عشان بس الناس اللي مش فاهمه،
ان دي التشكيله الاساسيه اللي بتلعبها. ده يوسف اوباما اللي كان اباب المولوديه، وده محمود علاء اللي كان اباب المولوديه. طبعا لا، فما تبقاش التركيز بيقل والضغط الذهني بيبقى صعب، والضغط الذهني بيبقى صعب. النهارده الزمالك مثلا بيلعب الانتاج، الانتاج فرقه بتصارع من اجل البقاء، الزمالك يكسب 4-5